ابدا. بس انا بروح انام. لو اني داري كان قلت لعمي عط عامر نسبه، لكن مو مشكله، حلال ابوي هو حلالي. بسم الله الرحمن الرحيم. من أنتِ؟ جنية؟ جدتك أم أبوك جيتك من العالم الآخر عشان أحذرك. بسم الله الرحمن الرحيم. تحذريني من وشو؟ أنا وش سويت؟ أحذرك إنك تنتحل شخصية شبح جدك اللي هو رجلي الله يرحمه ويرحمني، وتخوف عيالي علي وصالح. اسمع يا عامر، هذا أول وآخر تحذير لك. أبشري أبشري يا جدة، أما نبعيدها. بعدين تراني أمزح أمزح، ولو ما سويت كذا كما رجعت حق أبوي من عمي صالح. يعني تعترف؟ إيه أعترف أعترف يا جدة. أصلا من أول أنا كنت شاكة أنه هو أنت يعني. مها؟ لا والله، يعني جدتك. أصلا من أول أنا كنت شاكة فيك، والحين تأكدت. الله يهديس. بس وش ذا الاستهبال البايخ؟ بعدين شلون عرفتي؟ لا يا شيخ، ومكياجي اللي لقيته في غرفتك، وبعدين جلست اراقبك وانت تحط مكياج عشان تروح تخوف عمي. تكفين استري علي ولا تعلمين ابوي، ولس اللي تبين. ايه اللي تبين. حسافه ما صورتك وانت خاف. ابلش خلاص، ما دام الاجازه جت وانا والحمد لله عندي قروش، أنا نويت أسفركم يا عيالي هالسنة. إجازة بس، أيوة إجازة بس، أيوة. أكيد يا يبا بتودينا لندن علشان نحضر مباراة السوبر هناك ونفلها. لا طبعا، راح يودينا باريس عشان العطور والأزياء. أنت ما تمشي في الخشة سدي الخوت، لا لندن ولا باريس. أجل وين بتودينا؟ نبي نسافر للشرقية. الشرقية يبا؟ أي نعم الشرقية، نطق خيمتها على هاف مون، نسبح بالبحر ونطلع خيمتنا. إيه بس ملينا من الشرقية. أنا يوم إني كبركم أبوي وأمي ما يودونا إلا للشرقية، وبعدين نسيتوا إن أمكم وخوالكم هناك، نكلمهم ويجونا بالخيمة. بعد؟ إيه بعد، بكرة الصبح تجهزونا بروح الشرقية. قال لندن قالت باريس. قوموا يا مها جيبي الغداء. إن شاء الله يبا. يا علي يا علي. يبا وراك حارم عيالك من السفر. ما حرمتهم من شيء يا وحدينا وياك، انا وديهم الشرقية مثل ما كنت توديني. اي بس زمانكم غير زمان اول. انا حاضر باللي تامر فيه، الله يطول عمره. ودهم لندن، خلهم ينبسطون ويستانسون ويحضرون مباراة السوبر. حاضر حاضر، وديهم لندن وديهم لندن. بعدين والسالفة الخيمة؟ الخيمة اللي بالهامون هي الخيمة اللي توديني لها من أول. اسمع يا علي، لا عاد تجيب طار الخيمة عندهم ولا توديهم لمها. خلاص ما راح يوديهم مرة ثانية، تعمل على شيء ثاني. اهتم بعيالك يا علي، وخاصة عامر. أبشر يا يبو أبشر، هالحين بدق على عامر وأبشره إنه بيوديهم لندن. لا تتصل على عامر ولا تقول له أي شيء. النشبة ذايبيك النشبة ذايبيك النشبة ذايبيك حاجيب والله عمر ابلش ليبك شعر وجهك وين 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 رحت. اركب بديتي.